التقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين برئيس مجموعة بيفار الصينية المتخصصة في الصناعات الكيماوية يو جيانغ، ذلك في إطار استكمال جولة ترويجية بجمهورية الصين الشعبية على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي. يهدف اللقاء إلى بحث قيام شركة بيفار بإقامة مشروعات متكاملة والاستفادة من خبرتها في توزيع وتموين منتجات الوقود البديل بهدف دعم خطط الهيئة لإقامة مجمع للصناعات الكيماوية من خام البرومين مع شركات صينية أخرى، وذلك لخدمة صناعة الوقود الأخضر. أعلن وزير البترول كريم بدوي أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة، وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم في زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية منها البنك الدولي، مؤكدا أنه سيتم تحديد أهم المشروعات التي سيتم العمل عليها، بالإضافة إلى إعداد خريطة للمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ، ومن ثم الإسراع في تنفيذها. على هامش فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة التركية أنقرة التي اختتمها أمس، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. كما عقدت اجتماعا مع السيد محمد شمشك وزير الخزانة والمالية التركي، وذلك بحضور السيد ألبسلان كاكار رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ما بين البلدين. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط متعافية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بفعل احتمال تأجيل مجموعة أوبك بلس زيادة الإنتاج المزمع الشهر المقبل، انخفاض المخزونات الأمريكية، لكن المكاسب كانت محدودة وذلك بسبب القلق المستمر إزاء الطلب. ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة بلغت 0.73% مسجلة 73.23 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.81% مسجلة 69.76 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.61% مسجلة 2.17 دولار للتر، فيما أيضا صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.84% مسجلة 2.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك جمال اللغاني، أكد أن الدول العربية لديها فرص كبيرة لأن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون. جاءت تصريحات الأمين العام لأوابك بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون. وأضاف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن الدول العربية تمتلك بنية تحتية وموارد تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة الصالحة لإنتاج الوقود المستدام.
مشاهدينا نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى حكمة وهبة، فإليكم. شكرا لك رجل.